صباح الخير او مساء الخير يا برج السرطان. انت حاليا قلت له خلاص امشي، عايز تمشي امشي، عاملته ببرود. من الاخر انت بتعامله ببرود. ليه بقى؟ هقولك ليه بنقول برود، لانه شايفك ان انت كسرت قلبه، وان انت يعني عاملته بطريقة حادة قوي. هي مش حادة، هي طريقة صح. انت كلمته بالعقل، انت قلت له انت بتتقمص مثلا، او انت تاخد على خاطرك بالاوفر، فقال لك لا انا ما باخدش على خاطري، يعني انا بتقمص وهو بتقمص، انا بتقمص، لا 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 مش الكلام ده، ده انت اللي حياد، ده انت وانت وانت، انتوا لقحتوا على بعض، فقال لك لا انا همشي بقى اتقمص بقى. بس هو مجروح منك على فكرة. او ممكن تكون انت كلمته في حاجة عادية جدا، بيتحكم فيك مثلا، عايز يتحكم مثلا، فقلت له لا ما حدش حد يتحكم فيا، فانجرح منك، اللي هو ازاي انت بتحبني وتقول لي مش عايز اسيطر على حياتك. بس انت شايفه انه فرصة، وانه علاقة حلوة، وانها كانت علاقة لذيذة جدا، وكانت فرصة بجد حقيقية. يعني هو ما دام انت شايفه كده يبقى هو اتقمص، ما هو حاجة من الاتنين، ده واحد مقموص، ده واحد عارف العيال الصغيرة اللي هي انت مش هتجيب لي العروسة دي، انا مش واخد حاجة خالص يا ابني، ده بخد سبايدر مان، لا انا هاخد دي، فمقموص وقال لك، وقعد بقى عايش في دور الاحزان بقى، والطعن في قلبه والكلام ده كله. وممكن بقى يكون القراءة عكسية في اللي انا هقوله ده، ممكن تكون انت اكتشفت انه هو بيقدم عرض لحد تاني، علاقة ثلاثية، عنده اختيارات تانية. سوري يا برج السرطان، ما كنت بعمل حاجة. بس طيب نرجع بقى لمرجوعنا، انت ممكن تكون اكتشفت ان هو عنده اختيارات تانية، في شخص تاني هو مقدم له عرض، و اوكي، ورحت مديله في سنانه، قلت له ايه ده انا صابر عليك و و و و و وانت عمال تلعب بديلك، ده انا هوريك، طب اصبر عليا، ده انا هديك بنية، استنى بس. فممكن تكون كانت علاقة ثلاثية، كانت علاقة ثلاثية. لو ما كانتش القراءة عكسية، وان ان 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 انت اللي تعبان وانت اللي رحلت، وهو اللي هنا هو اللي شايفك فرصة وعايز يقدم لك فرصة جديدة، فهي كالآتي، ان هو كانت علاقة ثلاثية، وفي حد الطرف الثالث اداله السيف في قلبه وطرده من حياته، لان هنا في عرض مرفوض بالظبط، وتعبان قوي، فانت زي ما تكون بتقدم، يعني ممكن تعمل مصالحة، ممكن يعني اللي هو تعالى طب نبدأ تاني وننسى اللي فات مثلا او كده، لو كده. انما لو مش كده، وهو انت اللي هنا، انت اللي اكتشفت العلاقة الثلاثية، فهو عايز يقدم لك عرض جديد، لو قراءة عكسي. طب ايه الخطوة اللي عايز ياخدها؟ الخطوة اللي عايز ياخدها الكوين اوف وندز. خلي بالك ان دول بيراقبوا بعض، بص ده بصص على ده وده بصص على ده، يعني واحد خايف والتاني عامل البرم بالظبط، شهدت حلو قوي. فانا ايه، هذا الشخص شخص غريب جدا، كوين اوف وندز، قراءتك غريبة يا برج السرطان. هي كانت علاقة ثلاثية، اعتقد كانت علاقة ثلاثية، كانت هناك علاقة ثلاثية، وحاليا الشخص ده رحل عن هذه العلاقة. لو هنتكلم بقى، اوكي، رحل عن هذه العلاقة وعايز يقدم لك عرض جديد. يقول لك مساء الخير، انا عايز اقدم لك عرض جديد. ف ما انتش عايز، خايف منه جدا وقلقان جدا، اللي هو قدم لي عرض ايه، تقدم لي عرض ايه، ده انت بهدلتني، ده انت عرفت عليا، و الشخص ده كان في علاقة ثلاثية،
تمام، الشخص ده كان في علاقة ثلاثية وانت هو حاليا تعبان من العلاقة التالتة دي، وانت مستريح مسيطر على روحك خلاص نسيبه اصلا، و شايف ان هو مقدم لك عرض صح كده، هو مقدم لك عرض، مقدم لك عرض جديد بعد جرح القلب ده، وبيقول لك تعال نشيل بقى الماضي ونحتفل، ايه رأيك نشيل الماضي ده ونحتفل، وبيقدم لك عرض اللي هو ايه مثلا، يعني انا شايف نفسي ولكن انا عايزك على فكرة وخليك انت الملك، انا زحت التالتة اهو تعال انت مكانها بقى، بس انت قلقان قوي بتقول لا، انت زعلان منه قوي، انت متخوف منه لان هو خذلك، هو خذلك زي ما يكون كان منيمك. بالظبط، انت خايف، انت عايز تبتدي بداية جديدة، ماشي احنا متفقين على دي بقى، برج سرطان اوكي، عايز بداية جديدة وعايز العلاقة دي تتوازن، بس انت خايف وحاسس ان العلاقة دي مليانة غموض وانه كان مخبي عليك. ايوه ده كان مخبي عليك، انت ممكن تكون اكتشفت انه كان مرتبط اصلا وهو معاك، بس الشخص الثالث ده على فكرة بهدله حرفيا، في ثلاث سيوف، سيفك وسيفه هو وسيف بقى الطرف الثالث، فانت خايف حاسس انه في بداية جديدة اوكي، انت مقدم لي عرض مصالحة ماشي يا عم، بس انا خايف، انا خايف منك. انا اجيب لكم قصة من الاول كده عشان انا بدأت افهم، الشخص ده مقدم لك عرض، الشخص ده كان عنده اختيارات تانية، انت ما بتكدبش من السلطان ونقاك انت، وقال ما ارجع تاني بقى اصلح الموضوع بعد الايه الطرف التالت ده ما انسحب منه، وانت وقف له بالسيف بتقول له انت راجع تعال نتحاسب بقى، انت عملت وسويت من الاخر انا اجيب لك على بلاطه، وشعر بانه العلاقه دي كان فيها مميزات كتير وهو رحل منها، العلاقه دي كان فيها 8 كوبايات ورحلت عشان كوبايتين، انا شخص استاهل جزمه ضرب الجزمه ورحلت، حتى القمر متضايق منه، وانت مسيطر على مشاعرك دلوقتي بالظبط، انت مش مفيش مشاعر، لا انت بقيت تحكم عقلك، يعني انت راجع لي لما التانيه قالت لك مع السلامه لا تعالى بقى نتحاسب، انا عملت لك ايه عشان تسيبني، انا عملت لك عشان كذا، عشان كده هو مقدم، انت شايف ان هو مقدم لك عرض وهو شايفك ان انت موجوع وان انت هتوجع له قلبه لو هو رجع تاني، الشخص ده مغرور جدا، مغرور ليه؟ الخطوة اللي عايز ياخدها عايز يرجعك انت لحياته مرة تانية، يرجعك مرة تانية في هذه العلاقة ونحتفل ونشيل بقى ألم الماضي، بس هو مش عارف يبين ده، مش مغرور قوي ممكن نقول، لكن بيظهر ان هو مش همه حاجة وعايز يرجع مرة تانية، اللي انت بقى تقول له ترجع فين يا عم، انت عملت وسويت، انت لسه محتفظ بألام الماضي، بص هو عايز يشيل العشر عصيان، انت بقى واخد عصاية منهم وقاعد جنبها وبتندم وبتقول لي ده انت عملت وسويت، ده انت قهرتني يا اخي، ولكن في قرارة نفسك انت عايز الاستقرار معاه، انت بتحبه، بس عمل بقى كتير بقى، يعني انت راح لواحدة تالتة بس انا بحبك، بس انت رحت لواحدة تالتة ليه عملت كده، انت رحت لواحدة تالتة خلصت. طيب هو شايف العلاقة دي ممكن تروح على فين، او العلاقة دي مش هتروح على فين، شايف ان العلاقة دي ممكن تبقى فيها ايه مثلا، اوكي العلاقة دي هي كانت علاقة ثلاثية فعلا، برج الجوزاء تاني، العلاقة دي ممكن تروح على ان احنا نتصالح يعني نروح بقى للعشق بقى، نرجع تاني بقى انا وانت بقى والدنيا هس هس،
انا وانت بقى نقضي الليلة مع بعض. و ننهي بقى اللي حصل ده، ننهي الخداع ونتشافى من الخداع ده. بالظبط هو ده اللي هو شايفه، شايف ان العلاقة دي مش هيبقى فيها رحيل، لا هيبقى فيها ان احنا ممكن نشيل الالم الماضي. بالظبط، ونشيل الخداع ده ونتشافى، لان انا وانت سول ميت يا بيبي. انا لفيت، انا رحت لواحدة تانية، بس انت الاساس، انت الاساس من الاخر. انت بقى شايف العلاقة انها ممكن تروح على، لسه بقول ده بس مش هاخدها بقى. انت خايف منه قوي برج السرطان، مقلق لان شكله يعني اختفى مرة واحدة. طيب الله، ناخد من هنا كمان. طب يا برج السرطان، ما انت شايف الدنيا حلوة، انت شايف ان هي ممكن تتصلح فعلا، ويبقى فيها عرض حقيقي، ويبقى فيها عرض حقيقي. وبس قبل العرض الحقيقي حلو، احنا هنتحاسب. بالظبط، فيها ان احنا قبل ما اقفل على الماضي، انا هحاسبك وهطلع بقى اللي كنت شايله في قلبي، ان انت سبتني، انت رحت لواحدة تانية، فضلت واحدة تانية عليا، مع اني كنت مدياك 8 كوبايات. نطلع بقى اللي جوه من الاخر كده، ده اللي انت بتقوله في نفسك يعني. ولكن انت شايف ان احنا هننهي، ممكن ننهي على الماضي فعلا، ويبقى في بداية جديدة، في بداية اصلا جديدة. طيب هو النصيحة بتقول لك ايه بقى؟ بص، انت طبعا باين جدا ان انت مقلق من هذا الشخص جدا، في افكار سوداوية، ولكن هذا الشخص عرف غلطته وعرف ان هو حق حمار من الاخر. فالنصيحة بتقول لك ايه؟ النصيحة بتقول لك انعزل جوه نفسك وفكر بهدوء خالص، شيل بقى اللي فات واهدى. ما تصدش الشخص ده، اصبر. بص الكارتين دول، تعالى اطلع. السحر ده لما بيعمل الحركات بتاعته، ده ساحر، اوكي؟ لما بيعمل الحركات بتاعته اللي هو مثلا هيطلع حاجه، طلع ارنب من الكوبايه وكده، بياخد فتره قبل ما يعمل السحر بتاعه. فده معناه الكارت ده ان اصبر، في حاجات افضل جايه من العلاقه دي. اصبر، لان اصبر، ما تمشيش، استنى، ما تقفش، ما تعملش كده. اهدى من الاخر، اهدى اهدى خالص، وفكر كويس قوي، لان العلاقه دي بالظبط. اصبر، لان في حاجات حلوه جايه. استنى، عشان عجلة الحظ بتدور، وفي كاس حب هيتقدم للتاني، في اعتذار، في انا اسف، انا غلطان، في طب نرجع، طب اقدم لك ايه حقيقي يعرف لك ان انا فعلا بحبك. من الاخر النصيحة بتقول لك اقلب براحتك، مش مشكلة، خد وقتك، فكر مرة اتنين تلاتة، تشافى، ولكن ما تعملش كده، ما تصدش، ما تقولوش اطلع بره. الشخص ده مجروح على فكرة قوي، على فكرة يعني عارف غلطته، مش هزار، ولكن الشخص ده نيته حقيقية ان هو يرجع مرة تانية ليك. ده توين فليم، انتوا فعلا سولميت او توين فليم. ف انت مسيطر على مشاعرك على فكرة، وبتتحور مع نفسك كل شوية، بس هو مقدم لك عرض، العرض حقيقي، بداية جديدة، ننسى اللي فات. فيا برج السرطان، لك حرية الاختيار. طبعا هو التاروت بيديك نصيحة، لك حرية الاختيار، يا تكمل وتنسى اللي فات، يا تفضل ماسك وخايف ومستخبي وبتقول لو جيت جنبي هغزك. يا تكمل ونستمتع كلنا بقى بكاس الحب. الو، فبرج السرطان كانت قراءة شهر 8. يا رب فعلا يندم بقى
ونخلص من الليلة دي وخير بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله هعمل قراءة خاصة، مش قراءة خاصة يعني، هتبقى فيه فيديو كامل عن المنفصلين بكل برج بإذن الله. شكرا ليكي برج السرطان.